بناء على المعلومات وفرتها المديريه الجهويه لمراقبه التراب الوطني يوم امس 19 ديسمبر تمكنت المصالح الولائيه الشرطه القضائيه من رصد واحد السياره على مستوى منطقه بلاد برحيل اقليم تلودنت. السياره بعد الايقاف ديالها تم حجز 90 رزمه ديال مخدر الشراء للوزن ديالها 3 اطنان اضافه الى زوراق ومحركين نفاتين تابعين لذات الزوراق. كذلك تم ايقاف شخص اللي هو سائق السياره العمر ديالو حوالي 37 سنه موضوع مذكرات بحث من اجل التهريب الدولي وكذلك عنده صور في هذا الميدان هذا تم الوضع ديالو تحت الحراسه المداريه. بالنسبه للبحث لازال مستمر متواصل من اجل ايقاف باقي المتورطين والمساهمين وكذلك المشاركين في ذات هذه العمليات تحت اشراف النيابه العامه بطبيعه الحال. اذا كنت من متابعينا الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.